حياكم الله مشاهدينا، وصار الآن ويانا جاهز من النجف موهبة مبدعة بصراحة بالرسم، وتحديدا راح يكون ويانا يونس علاء، وراح نتعرف على مسيرته الفنية وموهبته الرائعة وشلون طورها وأبدع بها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بك ويانا. أهلا وسهلا فيك يونس، تحياتنا لإلك. يعني اليوم إذا بدنا نيجي نحكي بالبداية إنه أنت رسام يمكن من وقت ما كنت صغير، ولكن انفردت بلوحاتك من بعد عمر معين وبلشت فيها إنك أنت تشتغل على حالك مع وقت ما أنت صرت تتطور كمان مع العمر. فخلينا نحكي اليوم عن هذا التفرد باللوحات وعن هذا الفن اللي أنت عن جد يعني عم تبدع فيه غير عن أي نوع آخر من الفنون. بالبداية السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يونس علاء، كمعروف أنه يونان الموسوي، رسام من الطفولة. يعني كان عندي موهبة الرسم من كنت صغيرون، بس كان أنه رسم ما كان طبيعي يعني كباقي الأطفال اللي ترسم، لا كان بي تميز بي تغييرات يعني مو واقعي بحد ذاته. فكنت أواجه صعوبة بالبداية يعني من خلال اساتذه التربيه الفنيه، كانوا يعاقبوني لان رسمه مو واقعي، مو مثل ما ترسم مع الاطفال، مو مثل ما يريدون هم يعني كمعلمين. نعم. ففتره بعد فتره كرهت هذا الموضوع، بعد يعني تركت فتره الرسم. بعدين من شوي شوي رجعت له. بعدين دخلت معهد فنون جميله. اثناء المعهد بديت يعني ارجع واسم هذا الرسم وكنت اطور به شوي شوي. حلو. كنت اخلق واقع يعني خاص بي، خلقت لوحات خاصه بي. نعم. قمت احكي عن فترات معينه مرت بها بحياتي، ارسم مواضيع خاصه بي. كل رسمه تحكي عن قصه معينه، وكل حادثه يعني كل حادثه تصير وياي انه انا اجسدها بلوحه. ف يعني هذا الموضوع صراحه حلو. بصراحه حبيت اني صراحه فكره انه انت كل حادثه تصير وياك جسدها بلوحه. يعني احنا نشوف الشاعر يمكن كل حادثه تصير وياه جسدها بشعر المغني باغنيه، فحلوه اليوم من وجهه نظر الرسام. طب لو تحدثنا عن النشاطات الفنيه المتنوعه اللي شاركت بها. تقريبا هو نفس الشيء. نفس الشيء. نعم. نعم. لو تحدثنا عن النشاطات الفنيه المتنوعه اللي شاركت فيها سواء داخل النجف الاشرف او خارجه ايضا، شنو الشيء المميز بكل نشاط فني شاركت به؟ تقريبا عندي انا اعتبره انجاز كبير واجمل نشاط وعدي كانت بفتره المظاهرات. يعني شاركنا برسم الجسور والانفاق بالنجف، رسم الجدران جسدنا بها معنى الثوره. من بعدها كانت عندي مشاركات يعني قبلها هواي دائما مدار المحافظات، يعني رسم مباشر، معارض فنيه، مشارك لي اكثر من سنه معرض النجف الدولي. غير المعارض البقية اللي كانت عندي بمعهد الفنون الجميلة، ومشاركات يعني داخل القضاء وداخل المحافظة. يعني كانت مشاركات. نعم. وأعمال فنية تقريبا خلال سنتين تجد أكثر من 200 عمل. نعم. واحدة عن الثانية تقرأ قصة شكل. نعم. طيب صراحة أنا عندي هيك فضول اليوم يونس، يعني حكيت أنت شغلة جدا مهمة، حكيت تأثير المعلمين كان عليك بوقت ما كنت انت يعني طفل، فقديه كان هذا الموضوع مؤثر؟ يعني شغله انت يمكن كان عندك شغف فيها وحب لها، ولكن عندنا ناس يا بياثروا علينا سلبيا بالعكس يعني يا اما بياثروا علينا ايجابيا، ولكن وهي النقطه انه احيانا الشيء هذا بيعطينا دافع قوه لحتى نستمر. فاليوم انت رسالتك من هذا الموضوع شو كانت؟ بالضبط انه كنت انا بالبدايه يعني اللي دمني هو كان استاذ التربيه الفنيه، يعني ما نمى موهبتي ما ساعدني بشيء. يعني خلاني اكره الرسم بدل ما احبه. يعني قلت كنت ما انا احب الرسم، الفتره اللي مريت بها من قبل الاستاذ ومحاربته لي وعدم تقبله الاسلوب اللي كنت قاعد اشتغل به خلاني اكره موضوع الرسم. يعني هسه انا كمعلم تربيه فنيه الطلاب اللي موجودين عندي شنو اللي يرسمونه واخليهم يرسمون على راحتهم، وشنو اللي يرسمونه انمي كل واحد اللي يحبه هو، ما اقيدهم موضوع معين مال الرسم ولا اخليهم يعني يمشون مثل ما يريدون، لا اخليهم يرسمون مثل ما هم يحبون مثل ما هم يريدون. شنو اللي يعجبهم هم اخليهم يرسمونه وانا اساعدهم بهذا الشيء اوصلهم اللي يريدونه.
يعني حتى بحيث يعني من كثر ما قمت اساعد الطلاب وهاي لقيت حتى طلاب عندي يعني بالثالث ابتدائي وبالثاني ابتدائي عندهم يعني الموهبه نفس، وتخيلت يعني انا مكانهم كنت صغير يعني عندهم نفس المواضيع وعندهم نفس الافكار. حلو. عرفت بديت اساعدهم بديت اتطور وياهم. حلو. يعني انت اليوم يونس تحاول انه التجربه اللي السيئه اللي مريت بها نقدر نقول تعكسها بشكل ايجابي على طلابك بحيث انه انت تنمي كل مواهبهم، تحاول انه تسلط الضوء على المناطق اللي تحس عندهم يقدرون يبدعون بها، وصراحه هذا شيء جدا حلو. يعني احنا دائما يمكن المعلم بالذات يترك بينا الاثر واحنا اللي نقرر اذا ناخذ هذا الاثر بطريقه ايجابيه او سلبيه. طيب لو سالتك استاذ ينال ايضا عن انواع الرسم الاخرى اللي تعمل عليها في لوحاتك، اريد لو تخبرنا عنها. انواع الرسومات يعني اشتغلت على اكثر من خامه وعلى اكثر من ماده. بالبدايه كنت اشتغل على بالقلم الرصاص، بعدين طورت كنت اشتغل بالجاف، ووراها اشتغلت خشبي، بعدين بديت طبيت بالزيتي. تقريبا اكثر خامه حبيت هي الكانفز والرسم الزيتي. يعني نعم. شغل كلش كان حلو بيه وسعاده وانسى بيه من تقدر ترسم، بس اكثر شيء طورت بيه واكثر شيء يعني حسيت روح موجود بيه هو رسم بالقلم الجاف، يعني بالتخطيط السريع. تقريبا هو اكثر شيء جسد الواقع اللي انا عايشه به، يعني كل اللوحات اللي جسدتها بالقلم. نعم. الجاف انه هو هذا الشيء الواقع اللي حسيت انه انا انتمي لهذا الموضوع، فاكثر شيء عن طريقه له هو الرسم بالقلم الجاف. او تقريبا رسم مواضيع خاصه بي، يعني مو مهم انه كان جاف او رصاص، بس تكون بيها فكره اكثر ما تكون هي الخامه، بحيث يعني بديت انه مو مهم انه تكون دقه العمل، بس مهم انه تعدي تكون الرساله من العمل. يعني الفنان لازم يرسل رساله، الفنان مو مصور، يعني صحيح. مو انا اطق لك صوره وعاد ارسمها شلون ما كان، صح، ولازم اطلع بدقه، لا انا انقل رساله خلال لوحاتي. فتبغون لوحاتي او رسوماتي يعني بهن الفكره اقوى من الرسم، يعني اقوى من الدقه مال الرسم. نعم. طيب يونس سؤال، يعني هلا عمرك بهاي الفتره يعني بعد ما انت تخرجت وفتت معهد فنون جميله وخلصت اكاديميا كمان فنون، هل عمرك التقيت بهذا الاستاذ او بالمعلمين اللي كان لهم انتقاد لاذع بطريقتك بالرسم، وبعدين هل شافوا او هل كان في يعني كان قدرت انك تورجيهم انه انت صرت فنان مميز ومختلف عن غيرك، وقدرت توصل لشيء يمكن لو هم بمجهودهم ما كانوا يقدروا يوصلوا احسن واحد لهذا الموضوع، فقدروا انه يشوفوا هذا الشيء؟ التقيت بحدا فيهم؟ شيء اكيد يعني كان عندي اكثر من استاذ هم كانوا يعني لهم فضل علي من خلال موهبتي، يعني انه ساعدوني كلش، خاصة مع أحد الفنون الجميلة من عندهم أستاذ حسن الخاقاني وأستاذ علي الربيعي وأستاذ أيمن. يعني كان عندي بعد يعني أساتذة، يعني هم كل واحد من عندهم شاف موهبة عندي وشاف طريقة بالرسم عندي هو اللي نمى لي إياها، يعني نعم. واحد عن الثاني نمى لي الشغلة، يعني أسلوب خاص بي. يعني كل أستاذ بدأ يشوف شنو اللي أنا مميز به وبدأ ينمي لي إياه، فذلك قلت له إنه طرقت على اكثر من موضوع، يعني حتى ما تقيدت بموضوع مال رسم معين. حلو. تلاحظون بلوحاتي تلقون يعني اكثر من خامه مشتغل واكثر من موضوع واكثر من يعني قضيه مشتغل عليها. نعم. طيب استاذ يونس لو تحدثنا عن مخططاتك للمستقبل، تتوقع انه هل الرسم ممكن حيصير مهنه لك او هو مهنه لك، او ما اعرف يعني شنو انت الاهداف اللي حاطها امامك وحاب ان تصل اليها ان شاء الله؟ يعني هو الفن بشكل عام ما معتبره مهنه، لان اذا تعتبره مهنه راح يفشل بيه. صح. انا يعني معتبره انه شلون موهبه، شيء سعاده لي، شيء انا احب انه وقاعد اشتغل عليه، اسلوب حياه يمكن. ان شاء الله قاعد يعني يوم عن يوم ان شاء الله راح اتطور وراح نوصل لمستوى عالي، يعني ان شاء الله اقدر ندخل كليات فنون على مستوى العالم ان شاء الله، ونرجع ان شاء الله للعراق موهبه قويه عندنا ان شاء الله يا رب. اكيد. هل هناك اي معارض قادمه لك يونس بخصوص لوحات جديده او معارض منفرده جديده او مشتركه؟ ان شاء الله بعد يعني تقريبا كم شهر عندنا معرض النجف الدولي راح يقام، فعندي محضر له
يعني قاعد استعد هسه احضر لوحات جديده، ويعني ان شاء الله افكار جديده، وان شاء الله ان شاء الله تصير حلوه ومميزه يعني عن السنه اللي قبلها. ان شاء الله ان شاء الله. اكيد استاذ يونس بصراحه يعني شرفتنا ونورتنا اليوم، احنا بدورنا نتمنى لك كل التوفيق، واكيد راح نبقى متابعين وياك تفاصيل مسيرتك. شكرا جزيلا لانضمامك ويانا. تستني هذا من دوكم. يا اهلا وسهلا، نورتونا.